الفن التشكيلي هو تسجيل للواقع بكل تفاصيله ليصور الفنان من خلاله الحياة اليومية بكل مصداقية مع الالتزام بالموضوعية، أي الابتعاد عن تجسيد الحياة اليومية دون غموض. وهذا ما جسده المعرض الفني التشكيلي للشباب الذي نظمته جمعية الفنانين التشكيليين في ديانة بمشاركة العديد من الفنانين الشباب وطلبة الجامعة والهواة، ليكون أساس لهم لدعم مواهبهم الفنية. المعرض هذا يعني كخطوة تأسيسية لمهرجان يكون برعاية الدولة، يا ريت يعني الحكومة المحلية، حتى نعطي فرصة للشباب ولهاي الإمكانيات والمواهب أن ترتقي ترتقي مستواها الفني والثقافي لرفض الحركة الفنية التشكيلية في العراق. هذا المعرض ضم أكثر من 100 لوحة تمثل كافة المدارس التشكيلية مما فيها الواقعية والسريالية والانطباعية وأساليب أخرى قام بها فريق ملك أبو من شباب مبدعين ومتواصلين مع الحركة الفنية والثقافية في ديالة. ضمت الأعمال المشاركة عدة مدارس فنية منها الواقعية والانطباعية والسريالية وغيرها، ليكون هذا المعرض فرصة للمشاركين لعرض أعمالهم الفنية لتنميتها وتطويرها. كان معرض حلو، شاركوا به زملائنا الفنانين كلية الفنون الجميلة ومعهد الفنون للبنات والبنين. كانت اللوحات متنوعة وإحنا كفنانين هو استفادينا من عنده. اليوم هذا المعرض يضم فنون جميلة وطلاب متنوعة من كل الأقسام والأشكال. أنا مشاركة بلوحة. الأعمال اللي موجودة هنا تضم كل أنواع الفن، يعني الزيتي، الأكريليك، التخطيط، الأشياء الحفر همينة. فالمعرض كان كلش حلو ويبرز اسمنا كطلاب ويكون لنا يعني دور كلش حلو بالمحافظة ديالة. كان مهرجان حلو، معرض الشباب الفني، شاركت بهذا المعرض بلوحتي. مهرجان حلو وبلوحات كلش حلوة والكل شارك به، الطلاب الفنون الكليات والمعاهد. أنا اليوم اشتركت بعملين، عمل واحد تجريدي بأسلوب مدرسة تجريدية، والعمل الثاني بأسلوب السريالية اللي هو واقعي بس بطريقة سريالية. مدارس فنية متنوعة ضمها المعرض الفني الثاني للشباب من خلال عرض العشرات من اللوحات التشكيلية مختلفة المواضيع للمواهب الشبابية. لبرنامج صباح الخير عراق، دريد المعموري، محافظة ديالى.